الحمد لله الذي منح أهل التحقيق في توحيده بصائر وأفهاما، وشرح صدورهم لتعظيمه وتنزيهه توفيقا منه وإلهاما. وأستعين به وأستهديه وأسأله أن يغفر لنا ذنوبا وآثاما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها يوم القيامة تحية وسلاما، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله جعله للنبيين ختاما، ونصبه للمتقين إماما، وأكمل به ديننا وأتم به علينا نعمته إتماما. صلى الله على سيدنا محمدًا وعلى آله وأصحابه ما أساغ طاعم طعاما، وما استلذ ظمآن شرابا، وما التذ مسهد مناما. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، فإن الله تعالى قد شرع لنا في دينه أحكاما، وأوضح لنا ما أباح حلالا وما حظر حراما. فاتقوا الله يا عباد الله في جميع أوقاتكم دواما، والتزموا بشرعه وأحكامه التزاما، حتى تفوزوا في الآخرة بالجنة وحسنت مستقرا ومقاما. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية أيها الأحبة هي آخر آية نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل عليه من الوحي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم استمر نزول الوحي نجوما، أي متفرقا عليه صلى الله عليه وسلم، 23 سنة، 13 سنة بمكة، 10 سنين بالمدينة، إلى أن نزلت عليه هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم مما ينبغي علمه في أمر القرآن أن القرآن الكريم من آياته ما هو محكم، ومن آياته ما هو متشابه. يقول ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي يا محمد، إن الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. شو معنتها آيات المحكمات والآيات المتشابهات؟ الآيات المحكمات
هي التي اتضحت دلالتها، أو إن شئتم قلنا هي التي لا تحتمل من حيث اللغة، من حيث وضع اللغة، إلا معنى واحدا. يعني لما يقرأها الإنسان دلالتها واضحة، مثل قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والآيات المتشابهات هي التي تحتمل من حيث وضع اللغة عدة معان، يكون فيها بعض الألفاظ التي من حيث وضع اللغة، من حيث المعاني التي وضعت إزاء الكلمات في اللغة، إزاء هذه الألفاظ، ليس وضعها الناس، لكن وضع اللغة هكذا تحتمل عدة معان. فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شو معناته هن أم الكتاب؟ يعني الآيات المحكمات هي الأصل الذي ينبغي أن نرجع إليه لتفسير الآيات المتشابهات. يعني لأن القرآن منزه عن التناقض وعن التعارض، فلا بد من تفسير الآيات المتشابهات على وجه لا يجعل بينها تعارضا، ولا يجعل بينها وبين الآيات المحكمات تعارضا. مثال على الآيات المتشابهات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، وقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه كلها تسمى آيات متشابهات. هذه من حيث وضع اللغة تحتمل عدة معان. يعني الوجه من حيث اللغة يحتمل معنى الجارحة، ويحتمل معنى الذات. في حق الله تعالى، الله تعالى ليس بشكل وليس بجسم ولا يوصف بالجارحة. ثم في قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا يتعين تفسير الوجه بالذات. شو معنى يتعين؟ هنا لابد من تفسير الوجه بالذات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأنه ذو الجلال والإكرام هو اسم من أسماء الله تعالى، وجاء هنا نعتا لوجهه. يعني ذو الجلال والإكرام هو اسم من أسماء الله، وجاء ما قالش ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجهه مرفوع وذو الجلال والإكرام النعت بتاعه مرفوع، فعلمنا من هذا أنه يتعين تفسير الوجه بالذات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني شو معنى الذين في قلوبهم زيغ؟ يعني الذين في قلوبهم ميل عن الحق إلى الهوى الباطل، إلى الأهواء الباطلة، فيتبعون ما تشابه منه، أي يجمعون هذه الآيات المتشابهات ويتمسكون بظواهرها ليلبسوا على الناس، ليوقعوا الناس في عقائد فاسدة. مثال على ذلك: رجل عاش في القرن الثالث الهجري، اسمه بيان ابن سمعان التميمي. هذا كان يتزيى بزي أهل الإسلام، وكان يدخل إلى المسجد ويصلي مع الناس، ومع ذلك كان له اعتقاد فاسد. شنو الاعتقاد الفاسد؟ جاء إلى قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. إيش قال؟ قال: كل شيء يفنى، والله تعالى يفنى، ولا يبقى منه إلا هذا القدر. هذا وإن هو تزيى بزي أهل الإسلام، وكانت له فرقة يتبعونه اسمها البيانية، ذكرها الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. هذا ولو هو يدخل إلى المسجد، ولو هو يتزيى بزي أهل الإسلام، إلا إن عقيدته فاسدة. هذا ينطبق عليه قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية، قال: متبع المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن، أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية
حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وإصبع، تعالى الله عن ذلك. هذا الذين في قلوبهم زيغ. إذن كيف كان تعامل العلماء من السلف والخلف في مع هذه الآيات المتشابهات؟ هنا في هذا الأمر هناك مسلكان، مسلك السلف ومسلك الخلف. قبل كل شيء علينا أن نبين أن السلف والخلف ليس بينهما فرق في الاعتقاد. يعني علماء السلف، شمعت السلف، السلف هما أهل القرون الثلاث الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين امتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدتهم واحدة، هي أن الله تعالى هو خالق كل شيء، أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، أن الله سبحانه وتعالى هو الأزلي وما سواه حادث. إيش معناتها؟ يعني الله تعالى ليس لوجوده ابتداء، وكل ما سوى الله له ابتداء، وكل ما سوى الله هو مخلوق خلقه الله عز وجل. يعني في الأزل لم يكن هناك لا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا ظلمة ولا نور ولا ماء ولا هواء ولا فضاء ولا غير ذلك، لم يكن إلا الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من أهل اليمن قالوا له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. يعني في الأزل لم يكن إلا الله، كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق الله سبحانه وتعالى العرش والماء. طيب، إذن في العقائد كلهم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله تعالى لا يحتاج لشيء من خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ولكن في أمر الآيات المتشابهات السلف الصالح غلب عليهم التفويض. شو معنى التفويض؟ يعني لم يكونوا يخوضون في معاني هذه الآيات، يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف. شو معنى أمروها كما جاءت بلا كيف؟ يعني نعتقد أن هذه الآيات لها معان لائقة بالله عز وجل، لا نخوض فيها ولا نحددها، ولكننا شمعت بلا كيف، أي ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له جسم أو شكل أو صورة أو هيئة. هذا شمعت أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا يتسمى التفويض أو يتسمى التأويل الإجمالي. يعني نعتقد أن هذه الآيات لها معنى لائق بالله عز وجل، ولكن مع ذلك ثبت عن بعض السلف التأويل التفصيلي في بعض الآيات. ثبت التأويل التفصيلي، يعني يفسرون بعض هذه الآيات المتشابهات بمعان محددة. ثبت هذا عن كثير من السلف الصالح، ثبت عن ابن عباس وعن عكرمة وعن مجاهد وعن قتادة وعن مالك بن أنس وعن أحمد بن حنبل وعن عبد الله بن المبارك وغيرهم كثير. مثلا سيدنا عبد الله بن عباس كما روى عنه البيهقي في الأسماء والصفات، وروى عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري، ونقل عنه كذلك النووي في شرح مسلم، وابن جرير الطبري في تفسيره وغيرهم، أنه سئل عن معنى قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إيش قال؟ قال: إذا غاب عنكم شيء فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر: قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت بنا الحرب على ساق؟ قال: يوم يكشف عن ساق، أي عن الأمر، عن الهول المفضع من أهوال يوم القيامة. يعني سيدنا عبد الله بن عباس قال: يوم يكشف عن ساق، أي عن هول، عن شدة في الأمر، عن هول مفضع من أهوال يوم القيامة. وكذلك ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن معنى قول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. قال: أن يتركهم في العذاب. لما قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، هنا ليس المقصود به النسيان الذي هو يتبادر إلى الذهن، لأن النسيان اللي نعرفه نحن
النسيان اللي يوصف به المخلوق هذا صفة نقص لا يوصف الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول وما كان ربك نسيا. ويقول الله عز وجل في سورة طه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. إذن شمعتها نسوا الله فنسيهم، قال أن يتركهم في العذاب. كما أن هؤلاء الكفار تركوا عبادة الله وتركوا الإيمان بالله وتركوا توحيد الله تعالى في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يتركهم في العذاب يوم القيامة. وسئل عبد الله بن عباس عن معنى قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، ولكن هنا المعنى المتبادر قد إنسان الذي لم يتعلم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، الإنسان الذي لم يتعلم معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء، قد يتبادر إلى ذهنه أن الله سبحانه وتعالى يشبه الضوء، ولكن ليس هذا المعنى، لأن النور اللي هو بمعنى الضوء هو مخلوق. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى وجعل الظلمات والنور. إذا شمعت الله نور السماوات والأرض، قال عبد الله بن عباس كما روى عنه البيهقي في الأسماء والصفات قال الله النور أي الهادي. الله نور السماوات والأرض معناها يا أحبابنا الله هادي أهل السماوات اللي هم الملائكة والمؤمنين من أهل الأرض اللي هم الإنس والجن لنور الإيمان به. وتأويلات كثيرة رويت عن عبد الله بن عباس، لأنه سيدنا عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو صغير، لأنه سيدنا عبد الله بن عباس كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير السن، وكان كثير السؤال وكثير الحب في العلم، وكان من شدة تعلقه بتعلم أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت خالته ميمونة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة أم المؤمنين، السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خالة عبد الله بن عباس. فكان ليلة اللي بات النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته ميمونة يبيت عنده سيدنا عبد الله بن عباس وكان صغير السن، يمكن وقتها هو كان دون البلوغ. كان النبي صلى الله ليرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ليراقب ويتعلم كيف يفعل، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أن يصلي العشاء والسنة كان لا يسهر إلى منتصف الليل كما نفعل نحن اليوم. كان إذا جاء عابر سبيل أو دعي أو هناك أمر من الأمور مع أصحابه قضاه، ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينام، ثم في نصف الليل في وسط الليل يصيح الديك فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ ثم يصلي ثم ينام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ بعد ذلك قبل الفجر فيصلي ثم ينام حتى يوقظه المؤذن. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أصعب مما روي عن كثير من السلف أنهم كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ينام بعد العشاء ثم يستيقظ فيصلي ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ، هذه أصعب من الذي يقضي الليلة كاملة من الذي يصلي الصبح بوضوء العشاء به. مرة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فوجد الماء، وجد أن أحدا أعد له الماء للوضوء، الوضوء يعني الماء الذي يعد للوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا؟ فقال عبد الله بن عباس أنا يا رسول الله. فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والعراقي وابن ماجه وغيرهم.